المباراة النهائية عبقرية العائلات الموسم الرابع، وهفكركم بالنتيجة. عائلة عبد المنعم سنورس الفيوم متقدمة ب 145 نقطة، عائلة الأزرق التجمع الثالث القاهرة 75. ودلوقتي آخر فقرة واللي هتحدد مين صاحب المركز الأول ومين صاحب المركز الثاني، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال سندس، تفضل يا سندس. هنشوف سندس والسؤال الأول لعيلة عبد المنعم، وموضوع السؤال إيه؟ لفة كاملة يا سندس. سويتش سويتش في الحالة دي، عيلة الأزرق هتختار موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ علم. العلم. علم، تمام. جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم؟ لو الإجابة صح ألف مبروك، كأس المركز الأول يا رب. هنشوف علم، والسؤال هو علوم. ما هي الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد البريليوم؟ ما هي الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد البريليوم؟ ثانية، إجابتك BRCL. BRCL، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أحمد BRCL2. هو للأسف الشديد يا أحمد BECL2. هارد لك يا أحمد، إجابة خاطئة. فرقت. أحمد تفضل السؤال الثاني. هنشوف السؤال الثاني لعيلة الأزرق وموضوع السؤال إيه. محدش أحسن من حد. أنا حاولت على قد سويتش. تحبوا يتسألوا في إيه؟ علم، تمام. سؤال في العلم، جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم؟ الفرصة الوحيدة هي الإجابة الصحيحة. لو ما جاوبتوه صح المباراة اتحسمت. علم، والسؤال هو جغرافيا. في أي قارة يقع خليج جوزيف بونابرت على اسم الأخ الأكبر لنابليون بونابرت؟ عرض الخليج 320 كيلومتر. أحمد أفريقيا. أحمد، إجابة خاطئة. ألف مبروك لعيلة عبد المنعم، حصلتوا على كأس المركز الأول. وألف مبروك لعيلة الأزرق، حصلتوا على المركز الثاني. أنا سميتكم النهاردة الحصان الأسود للبطولة. إجابتك أوروبا. طبعا أوروبا، أكيد. إجابة خاطئة. الإجابة صحيحة، قارة أستراليا. سؤال الثالث عبد الله، تفضل يا عبد الله سؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا عبد الله. الحظ يبتسم شوية بقى. جوكر. قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، تمام. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. هي مش عايزة تسيب لك الباس بلاير، لأن هي هتجاوب أسرع منك في قدرات ذهنية. لا، وخدت منك الورقة ودتك الورقة اللي مكتوب فيها كتير. خلاص، هي خلاص سيطرت على الموضوع، عايزة تاخد لقب أعلى سكور في البطولة، والحقيقة حقها. قدرات ذهنية، والسؤال هو
حل المسألة الآتية: 820 ناقص 168 على 4 زائد 100 يساوي كام؟ فات 5 ثواني. مدام أميرة إجابتك؟ 888. إجابة خاطئة. في إجابة؟ ما لحقتوش. خسارة جدا يا مدام أميرة. 878. خسارة جدا. هارد لك هارد لك. محمد اتفضل يا محمد، السؤال الأخير في الموسم. رياضة، سؤال في الرياضة وأعتقد بـ30 نقطة، صح؟ سؤال بـ30 نقطة لعيلة الأزرق وآخر سؤال في الموسم. رياضة، والسؤال هو: ما هو المنتخب صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم؟ بقول أمم إفريقيا. إجابتك؟ منتخب مصر. أنت مصمم على منتخب مصر؟ مصمم على إجابة مصر؟ تفلح المرة دي بقى، تطلع المرة دي. هي ابتدت بالتعادل السلبي ضد الكاميرون في أمم إفريقيا 2004 وانتهت بالهزيمة قدام الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا في 2017. محمد، فعلا مصر إجابة صحيحة. ثلاثين نقطة لعائلة الأزرق. النتيجة في نهاية المباراة 105 عائلة الأزرق، 145 عائلة عبد المنعم. عائلة الأزرق ألف مبروك، المركز الثاني، بتشاركوا لأول مرة، برافو عليكم. دكتورة جاذبية هتشاركي تاني؟ إن شاء الله، ربنا ادانا الصحة وعيشنا، إن شاء الله هنشترك بإذن الله. بإذن الله، هي تجربة جميلة. والله بنتعرف بيها على عائلات جديدة. بجد محمد وأحمد أكيد مبسوطين جدا، لأن حلمهم إن هم كانوا يشاركوا. أكيد. صح. أكيد. طب صح. والنهارده محمد كمان افضل لاعب ما شاء الله، 85 نقطه، برافو عليك يا محمد. لو كانت مدام اميره جاوبت على سؤال القدرات الذهنيه كان زمانك افضل لاعب في البطوله، ولكن محمد انت بقيت افضل لاعب في البطوله، اعلى سكور. برافو عليك يا محمد. عبد الله ان شاء الله باذن الله هتبقى دكتور زي دكتور نبيل والدكتوره جاذبيه كده، هتبقى دكتور. سندس هتبقى اعلاميه اشطر مني ان شاء الله، اتفقنا؟ وهتبقى مذيعه قويه ان شاء الله. الف مبروك لعائله عبد المنعم. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقه النهارده 250 نقطه، وكل نقطه ب 5000 جنيه بما يساوي 1,250,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 10,525,000 جنيه من البنك الاهلي لتدريب وتاهيل ودعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في مختلف محافظات مصر. تسليم شهادات الموسم الرابع لعبقرة العائلات كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للعائلة المثالية دكتور كمال سالم. مدام عبير سالم. جهاد سالم. أحلام هتستلم لمنار سالم. كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للعيلة المثالية عيلة سالم.
كاس الأديب الراحل عبد التواب يوسف وشهادات التقدير لعيلة الجعفري. مصطفى الجعفري. محمود الجعفري. تسليم شهادات تقدير وكاس العباقرة للعائلات كاس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للعيلة المثالية عيلة الجعفري. تسليم شهادات المركز الثاني عباقرة العائلات الموسم الرابع عيلة الأزرق دكتور نبيل الأزرق. دكتورة جاذبية الأزرق. أحمد الأزرق. محمد الأزرق. كاس المركز الثاني عباقرة العائلات الموسم الرابع عيلة الأزرق. شهادات تقدير المركز الأول الموسم الرابع لعباقرة العائلات عيلة عبد المنعم. أستاذ مصطفى عبد المنعم. مدام أميرة عبد المنعم. سندس عبد المنعم. عبد الله عبد المنعم. كاس المركز الأول الموسم الرابع عباقرة العائلات ولأول مرة بيروح للمحافظة رقم 16 محافظة الفيوم وعيلة عبد المنعم.